صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا دهواندو، وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. جولة صحفية جديدة من داخل مقر جريدة اليوم السابع. إن شاء الله هيكون معانا يا كريم كل الأخبار اللي أنت لسه حالا ذاكرها يعني، والبداية طبعا مع حفل جوائز جلوب سوكر. ولكن البداية من موقع اليوم السابع، الجوائز تنتظر الأهلي ومحمد صلاح في حفل جلوب سوكر اليوم. ينطلق اليوم الأحد حفل توزيع جوائز جلوب سوكر. طبعا قبليه هيكون في مؤتمر صحفي في تمام الساعة 4:30 عصرا، ثم بينطلق الحفل واللي تم غلق التصويت أو تصويت الجماهير فيه تحديدا يوم الاثنين الماضي. طبعا عايزين نقول على هامش التقرير أنه بيعتمد التصويت على 60% من اللجنة أو لجنة التحكيم و 40% من الجماهير، واللي تم إغلاقه زي ما قلنا أو ذكر التقرير يوم الاثنين الماضي. هيقام الحفل على هامش الدورة 14 لمؤتمر دبي الرياضي الدولي، ويقام أولا المؤتمر الصحفي زي ما قلنا، وتعد هذه النسخة من جلوب سوكر هي نسخة خاصة جدا، لأن هي بتحتفل بالأفضل خلال القرن 21 في الفترة من عام 2001 وحتى عام 2020. كمان تواجد النادي الأهلي في قائمة الأندية اللي هتتنافس على الأفضل في القرن 21، ده طبعا مع عملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة. كمان بيتواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح في منافسة قوية وشرسة جدا كأفضل لاعب في القرن 21 في جلوب سوكر، مع طبعا يعني ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو وكمان رونالدينيو، وده طبعا زي ما قلنا على الفوز بجائزة أفضل لاعب في القرن 21. كمان من المقرر انه على هامش يعني توزيع الجوائز جلوب سوكر انه هيكون في كلمه هيتم القائها من السويسري جاني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا. هيقول يعني خلالها او هيعبر عن دور يعني الرياضه العظيمه كره القدم، دورها في نشر التسامح والتلاقي بين الشعوب، وكمان قد ايه هي رياضه عظيمه بتتسبب في اسعاد جميع الشعوب واسعاد عشاقها على وجه التحديد بهذه الرياضة. كمان من موقع اليوم السابع، اتحاد الكرة يفتح التحقيق في عمل مدربي المنتخبات بالأندية رغم قرار المنع. قررت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد تفعيل قرار منع أي مدرب أنه هو يجمع ما بين التدريب في أي منتخب وطني وفي أي نادي آخر. ده كمان على أن يتم إلزام جميع المدربين بالتفرغ تماما للمنتخبات الوطنية في حالة ترشيحه لتدريب المنتخب. ذلك بعدما اكتشفت اللجنة الثلاثية أن هناك أكثر من مدرب بيجمع ما بين العمل أو التدريب ما بين المنتخبات الوطنية وما بين نادي آخر، وتحديدا في قطاعات الناشئين وآخرهم ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب. طبعا عايزين نقول أنه هو يعمل بنادي الزهور في نفس التوقيت، وبيتم التحقيق في هذا الأمر حاليا بمعرفة اللجنة القانونية. من سكاي نيوز عربية رسالة من مؤمن زكريا، سأكون معكم قريبا. بعث اللاعب المصري مؤمن زكريا جناح فريق الأهلي رسالة طمأنة وتفاؤل لكل عشاقه وكل محبيه اللي كانوا داعمين فيه بشكل كبير جدا خلال الفترة الماضية. ده طبعا بعد ما تعرض النجم مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي يعني ليه فترة مرض وتعب مر بيه، وكان مرض نادر يعني بيصاب بيه نسبة نادرة جدا من سكان العالم، وهو اتصال بالجانبي الضموري في العضلات، وزي ما قلنا اللي بيصاب بنسبة نادرة جدا من سكان العالم. كتب زكريا صاحب 32 عام في رسالة عبر حسابه الرسمي على تويتر: الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على نعمها التي لا تعد ولا تحصى، يا رب لك الحمد والشكر. وكمان اختتم رسالته: أبشركم قريبا سأكون معكم. يعني يمكن مؤمن زكريا ادى الأمل لناس كتير جدا ان هو يكون متواجد في الملاعب خلال الفترة المقبلة بعد تحسن حالته الصحية، وده طبعا بعد تحسن حالته النفسية كمان اللي تسبب فيها الدعم الكبير اللي لقاه من جمهوره وكمان زملائه اللاعبين والقائمين على النادي الأهلي على وجه التحديد، وكمان من الكاف، لأنه كشفت وسائل إعلام مصرية من خلال تقرير سكاي نيوز عربية أنه تحسنت حالة مؤمن زكريا بشكل كبير جدا، ولأنه بيتابع كمان برنامجه العلاجي عبر تقنيات الاتصال بالفيديو وحملات الدعم اللي تلقاها من الكاف والأهلي ومنتخب مصر، ساهمت في شكل كبير جدا انه هو يتحسن على المستوى النفسي، وهو اللي تسبب في يعني تقدم حالته الصحية بشكل كبير.
من موقع روسيا اليوم، الدوري الإنجليزي وولفرهامبتون يمنع لاعبيه من التسوق. منع نادي وولفرهامبتون الإنجليزي لكرة القدم لاعبيه، كما ذكر موقع روسيا اليوم، إن هم يتسوقوا أو يعملوا شوبينج في المولز أو المتاجر خاصة في خلال هذه الفترة، لأنه طبعا يعني تفشي فيروس كورونا في البلاد بيكبر يوم بعد يوم، وهم بالنسبة لهم مش عايزين يكون في أي خطر في صفوف الفريق خلال الأيام المقبلة. كمان مدرب وولفرهامبتون البرتغالي سانتو قبل مباراة فريقه توتنهام مساء اليوم الأحد لحساب الجولة الـ15 قال في تصريحات إن يعني لدينا موظفون للذهاب للتسوق والمتاجر من أجلهم، يقصد طبعا اللاعبين، إنه في موظفين لو اللاعبين محتاجين أي شيء أو أي مستلزمات في موظفين يعني موجودين لتأدية هذا الدور علشان الحفاظ على الفريق، خاصة إنه أضاف في تصريحاته علينا تجنب بأي نوع من أنواع المخاطر لأن لدينا فريق صغير ولدينا مشاكل مع بعض اللاعبين الغائبين ولا يمكننا خسارة أي لاعب، ونقول لهم بشكل يومي لا تستخفوا وحاولوا أن تكونوا أكثر حذراً. من موقع في الجول، من نقلا عن صحيفة ماركا الإسبانية، اتفاق مبدئي ما بين مودريتش وريال مدريد على التجديد. تواصل نادي ريال مدريد لاتفاق مبدئي مع لاعبه لوكا مودريتش من أجل تجديد العقد عام، يعني لمدة عام واحد فقط، لأن كان هينتهي عقد طبعا لوكا مودريتش خلال الموسم الجاري أو صيف 2021، ولكن باتفاق مبدئي تم يعني الاتفاق مع لوكا مودريتش أنه يتم تجديد العقد حتى صيف 2022. كمان بيكون بهذا الاتفاق وصل مودريتش أو أكمل 10 سنوات بين جدران ريال مدريد مع نهاية عقده في 2022، ده طبعا بعد ما كان قادما أو تعاقد مع النادي في 2012 بعد ما كان قادما من توتنهام هوتسبير. كمان ذكر التقرير أنه صاحب 35 عام تلقى عدة عروض خلال الفترة الماضية بيعني مبالغ مالية باهظة جدا من دول عربية كتير وكمان من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه فضل التمسك وكانت رغبته الأساسية في أنه هو يبقى في ريال مدريد. أخيرا قبل نهاية جولتنا الصحفية عايزين نفكر طبعا مشاهدينا بمباريات اليوم في الدوري المصري، سيراميكا كليوباترا وبيراميدز في تمام الساعة 7:30 مساء، كمان في الدوري الإنجليزي عدة مباريات أبرزها ليد يونايتد وبيرنلي في تمام الساعة 2 ظهرا، ويست هام يونايتد وبرايتون في تمام الساعة 4:15 مساء، وليفربول وويست بروميتش في تمام الساعة 6:30 مساء، وأخيرا وولفرهامبتون وتوتنهام هوتسبير في تمام الساعة 9:15 مساء. يعني دي كانت جولة لأهم المانشيتات الصادرة صباح اليوم الأحد من داخل مقر جريدة اليوم السابع. بشكركم جدا على عودة الاستوديو مرة أخرى. شكرا جزيلا لزميلتنا العزيزة مريم سميح مراسلة قناة النادي الأهلي.